النهارده اكتمل مثلث الصعود للدوري الممتاز صعد البلديه قبل منه صعد ال... النهارده صعد الجونه وقبل منه البلديه وزد تزد اتنين بيرجعوا ووجه جديد مفيش اسعد من ال ساويرز دلوقتي آه. اه فرقتين بس في زد كمان في رقم قياسي طلع يعني اه فواضح ان في شغل بتركيز يعني <applause> طيب مبروك للي صعدوا ناقص واحد لا هم خلاص هم ثلاثة الثلاثة دول مبروك آه آه ليهم طبعا البلديه المحله هو وجونا آه ال 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 الجديد القديم ايوه كلاهما كان قبل كده في والمحله بتعيش هذه الحاله يبقى عندها فرقتين ويرجعوا يسعدوا بتشجيع فرقتين بيمثلوهم يعني كل التوفيق ان شاء الله للفرق الثلاثه بما يسر الكره المصريه والاهم من الصعود ان اتحاد الكره يصمد قدام مشروعه لدوري المحترفين لان في ضغوط كتيرة بتمارس هو عايز يعمل دوري 20 فرقه موازي للدوري الممتاز يخدم على الدوري الممتاز ويوسع رقعه الاختيار للمنتخبات والاهم منها انه يسمح بعد كده بالارتباط بين المسابقتين دوري الممتاز ودوري المحترفين انه خلال ثلاث سنين يخفض دوري الدوري الممتاز ل 16 نادي والمحترفين يبقى برضه 18 نادي. كل ما خفضت عدد الفرق كل ما كان لصالح الكره المصريه والاحتراف والمنتخبات.